فوت علينا حق، ولكن علاش كنتهوروا وكنمشيو ليها برجلينا؟ الحق في الحياه هو حق مقدس، والاعتداء على هذا الحق هو جريمه في حق الانسانيه. كل عام في بلادنا كيموت اكثر من 3000 شخص بسبب حوادث السير، واغلب الضحايا من الراجلين واصحاب الدراجات الناريه. علاش كنقتلوا بعضياتنا في الطرقات؟ علاش كنحرموا الناس من حقهم في الحياه؟ علاش ولات حياه الناس رخيصه لهالدرجه هذه؟ توصلنا بمشاهد حقيقيه مرعبه لحوادث السير راح ضحيتها ناس ابرياء.